بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا قبل كده على اللوسلس كومبريشن، والنهارده نبدا نتكلم على اللوسي كومبريشن. احد اهم التكنيكس في اللوسي كومبريشن اللي هي الكوانتايزيشن. الكوانتايزيشن في منه نوعين، في منه سكيلر كوانتايزر وفي منه فيكتور كوانتايزر. نبدا نتكلم على السكيلر كوانتايزر، بس بدايه نفهم يعني ايه الكوانتايزيشن. المقصود بالكوانتايزيشن احنا مش عاوزين نسمح باي ارقام للديتا، ولكن بارقام محددة بس، ودي حاجة احنا بنستخدمها كتير جدا. ناخد مثال صغير، مثلا لو احنا بنتكلم على نمر الطلبة، فاحنا عندنا ادي الجريد بتاع الطلبة اهي. ناخد اي ارقام، دي الجريد. لو دخلنا الجريد دي على كوانتايزر، اللي هيخرج من هنا هيطلع لنا قائمة، يا اما جايب A بلس، يا اما جايب A، يا اما A ماينس، B بلس، B، B ماينس، وهكذا. مجموعة محددة بس كده. كده احنا عملنا كوانتايزيشن. دي هي الكوانتايزد داتا. الملاحظة هنا، لو الجريد دي على سبيل المثال كنت بتتكلم على ارقام من 0 الى 100، دي درجات الطلبة، يعني عشان تقدر تسجل اي رقم من دول هتاخد 7 بيتس. بينما هنا في بالنسبة للكوانتايز، لو احنا حددنا دول كام ليفل، 1 2 3 4 5 6، هيبقوا مثلا 10 12 ليفل وات ايفر، هيحتاج في الاخر ماكسيمم 4 بيتس. معنى كده ان كل رقم كان مسجل 7 بتس هيبقى موجود عندي 4 بتس، وجايز يكون 3 بتس لو كانوا دول عددهم بس 8. يبقى كده انت بتعمل توفير كويس جدا. بس في المقابل لو كان عندنا طالب جايب مثلا 99، واحد جايب 95، الاثنين هيطلعوا A بلس. لو انا عندي بقى A بلس عاوز ارجعها مره ثانيه، مش عارف اقول هو كان جايب 99 ولا 95، هما الاثنين تساووا بعد الكوانتايزيشن، وبالتالي هيبقى فيه شويه لوس. انا لما اجي اقول في الاخر والله لو انت جايب A بلس هفكها مثلا ب 97، فال 99 هعتبره جايب 97، ال 95 هعتبره جايب 97، وانت بتعمل دي كومبريشن للديتا بتاعتك. ده اللوس اللي هيحصل خلال الكوانتايزيشن. نرجع مره ثانيه، يبقى الكوانتايزيشن هي بروسيس اوف ريبريزنتنج لارج بوسيبلي انفاينايت سيت اوف فاليوز، يعني عدد لا نهائي، الى ماتش سمولر سيت اللي هي الكوانتايزيشن فاليوز نفسها. السكيلر كوانتايزيشن بيبقى عنده انبوت اكس، ده سكيلر زي ما احنا عملنا دلوقتي في الارقام بتاعت الطلبه، نحولها الى فاينايت نمبر من الاوتبوت، واقدر ريكونستراكت مره ثانيه. بنأكد مره ثانيه الكوانتايزيشن هو عباره عن لوسي كومبريشن، يعني هيبقى فيه ايرورز في النتائج اللي طالعه. زي ما احنا شفنا هنا هيبقى فيه ايرور ما بين اللي جاي من هنا وبين اللي هيتفك مرة ثانية من هنا. يونيفورم سكيلر كوانتايزر. السكيلر كوانتايزر في منه عندنا نوعين، في نوع منه ادي السكيلر كوانتايزر، في منه نوعين، نوع يونيفورم ونوع اوبتيمال، او خلينا نقول ان هو نون يونيفورم. احنا هنتكلم على اليونيفورم، وبعدين هنتكلم بعد كده على النون يونيفورم. اليونيفورم سكيلر كوانتايزر بيبارتيشن الدومين الى ايكوالي سبيسد انترفلز، بنسميها رينجز. يعني يقول والله الرينجز ديتا من كذا لكذا، هنديها كود معين لغايه الاخر، وهنريكونستراكت بالميد بوينت بتاع الانترفل دي. تعالوا نبص عليه كده كمثال. هنا عندنا ادي الانبوت اهو اكس، عملنا كوانتايزيشن طلعت الداتا كيو، كيو دي ليفلز محدده بس كده، عملنا كوانتايزيشن او بنسميه انكودنج. دي هتكون مسجله معانا بدل الداتا اللي هي اكس اللي حجمها اصغر بكتير. طب عاوز ارجع الداتا الاصليه، هاخد الكيو دي ادخلها على دي كوانتايزيشن كيو ماينس 1، هطلع الاكس هات اللي هي تكون مختلفة سنة عن الاكس الموجود عندنا، يبقى ده هو الديكودينج.
الفرق ما بين الاوريجينال داتا والريكونستراكتد داتا ده هو الايرور اللي موجود عندنا. تعال بص على مثال بسيط. مثلا احنا هنقول والله هنقسم الداتا اللي عندنا لو هي سي بيكسلز، البيكسل الواحده بتاخد من 0 الى 255، وبالتالي هقول هقسم رينج من 0 الى 31 ادي رينج، 32 ل 63 رينج الثاني، 64 ل 95 رينج الثالث. انا واخد كل رينج طوله 32، ده طوله 32 لغايه الاخر. يبقى معنى كده ان احنا واخدين الستيب بتاعتنا 32، الفول سكيل اللي هو اقصى قيمه ممكن تبقى عندنا اللي هي 256 اللي هي زي ما هي موجوده هنا. ال 256 الرينج ده كله او الفول سكيل ده كله اما يتقسم على الستيب اللي هي 32 هيبقى عندنا عدد الستيبس في الاخر 8. ده لو عدد الستيبس موجود عندنا 8 تتسجل في 3 بتس. يعني نبص عليها من الجدول تاني، احنا هنقسم بقى رينجات، ادي الرينج الاول الثاني الثالث، هنحتاج 8 رينجات عشان نقدر نخلص. هنا معلش في خطا مطبعي اتغير، الرقم ده المفروض يكون 255 مش 225. دول 8 رنجات هنحرق رقمهم من 0 الى 7. يبقى معنى كده اي رقم هيجي لي لاي بكسل حوله الى رقم من 0 الى 7. الفكره بتاعت الكوانتايزيشن هنا مقصود بيها لو انت عندك بكسل سودا خالص يعني 0 او جراي غامق شويه 5 10 لغايه 31 هعتبرها كلها نفس درجه اللون. لو عندنا بكسل بيضاء خالص 55 او اقل سن لغايه 24 هعتبرها نفس درجه اللون، لون واحد. اللي اقل منها هعتبرها درجه لون ثانيه وهكذا. يعني الخلاصه بدل ما كان عندي 256 درجه لون في الجراي بقى عندنا 8 درجات الوان بس. لو الصوره مش محتاجه اكتر من 8 الوان هتحس ان الصوره شكلها كويس بالنسبه لك، لو كانت محتاجه هتحس ان الصوره شكلها مش قوي. هوريك شويه امثله دلوقتي للحاجات بعد الكوانتايزيشن بيكون شكلها ايه. يبقى مره ثانيه ادي الفكره، ادي الرينج الاولاني الرينج الثاني الرينج الثالث، كل البكسل اللي في الرينج ده بتتكون بصفر. كل البكسل اللي في الرينج من 94 ل 96 دي او ال 95 يعني هتتكون باثنين. ده شكل الكوانتايزيشن بتاعنا. هنلاحظ هنا ان المسافات الحته دي قد الحته دي قد الحته دي، وعشان كده بنسميه ده يونيفورم كوانتايزر. والستيب زي ما قلنا يونيفورم 32 لكل الرينجز المختلفه، مفيش رينج كبير ورينج صغير. طيب اما يجي لنا حاجه في الرينج بتاع الزيرو المفروض اتوقع افكها بكام؟ هفكها بالنص بتاع الرينج، الميد بتاع الرينج، يعني افكها ب 16. يعني لو كان عندي رقم 17 هيتفك ب 16، رقم كان 30 يتفك ب 16، رقم كان 0 هفكه ب 16، عشان كده يبقى في عندنا نصف. ادي الطريقه اللي احنا بنفك بيها الرينجز 16 48 80، النص بتاع الرينج والنص بتاع الرينج وهكذا. طب بعرف دول ازاي؟ انا الستيب بتاعتي 32 نصها كام؟ 16. يبقى اول واحد هيتفك ب 16. بعد كده المسافه من الميد ده للميد ده هي نفسها الستيب، يعني المفروض الجزء ده 16 وده 16. طب دي 16، طب هنا الحته دي برضه 16 والحته دي 16، يبقى الفرق ما بين الاثنين دول 32. يبقى انت عشان تيجي تفك ابدا بالاول ب 16 اللي هو نص الرينج بتاعك او نص الستيب، يعني اجمع 32 32 32 ستيب، تبقى عرفت كل الحاجات دي هتتفك بكام من غير ما تحتاج ترسم. يبقى مره ثانيه اهو ادي الرينج بتاعنا بكوده بزيرو. الرينج اللي رقمه زيرو ده اما بيتفك بيعتبره رقم 16. الرينج الثاني هيتفك 48، جبتها منين؟ اجمع 16 زائد 32 48 زائد 32 تطلع ال 80 لغايه الاخر. سؤال ثاني، يا ترى الايرور اللي هيبقى عندنا هيبقى فيه ايرور متاكدين، لان لو كان حاجه زي ما بقول رقمها 7 هتتفك ب 16، رقمها 30 او 31 هتتفك ب 16. الماكسيمم ايرور قد ايه؟ الماكسيمم ايرور ان انا اكون الرقم بتاعي في بدايه الرينج خالص او في اخر الرينج خالص وهيتفك لي بالنص بتاع الرينج. يعني الماكسيمم ايرور هيبقى نص الستيب دي. يعني هكون انا 0 فكتني ب 16 او هكون 31 فكيت ب 16. فبالتالي الماكسيمم ايرور هو عباره عن نص الستيب يعني 16. اهميه دي في ايه؟ اهميتها في الديزاين. لو انت عاوز تديزاين كوانتايزر الايرور فيه يبقى قليل، اللوسز تبقى قليله. الفرق بين الصوره الاصليه والصوره الكومبريس اما تتفك يبقى قليل. ساعتها انت هقول لك طب ايه؟ يبقى صغر الستيب. بدل ما تاخد ستيب 32 خد ستيب 16، هيبقى الماكسيمم ايرور
8 درجات من درجات اللون، 8 بس. عاوز ايرور اقل من كده خلي السب بتاعتك 8، هيبقى الماكسيم ايرور نص للسب اللي هو 4 بس. الكلام ده هيكون على حساب الكومبريشن ريشيو، يعني مش هتبقى كويسه قوي ككومبريشن ريشيو لان انت كترت الرنجات، يعني كترت العدد ده، يعني هيسايف عدد بيتس اكبر. تعالى بقى نرجع مره ثانيه. لو قلنا الفول سكيل بتاعنا ام اللي هو كان 256، عدد الستبس اللي هي عباره عن ال، احنا هنقسم 8 ستبس من 0 ل 7 مثلا، يبقى الكوانتيشن ستيب الواحده عباره عن ام على ال. انت عملت ال بتاعتنا في المثال اللي فات كانت 32، او كانت احنا واخدين الستيب اللي هنا كانت 32 اهي، نرجع تاني، يبقى ام على ال هتبقى 256 على 32 يطلع 8. يبقى عندنا الستيبس بتوعنا عددهم 8، سوري لا ده الستيب الواحده عدد، ترجع تاني معلش، هنا الفول سكيل بتاعنا 256، عدد الستبس احنا عاوزين نقسم على كام ستيب؟ احنا عاوزين نقسم على 8 ستيبس، يبقى الستيب الواحده هيبقى طولها 32. عدد البيتس المستخدمه في كل واحده هتبقى لوج ال اللي هي لوج عدد الستبس اللي عندنا، زي ما احنا شفنا هناك لو رجعنا لورا تاني، عدد الستبس اهو كانوا 8، لوج ال 8 دول يعني 2 اس 3، فاللوج الاساسي 2 هتبقى 3، يعني عايز 3 بيتس. الماكسيمم ايرور هو هاف الستيب، الستيب بتاعتنا هي ام على ال، هيبقى ام على 2 ال. البدايه بتاعتنا طول عمرها هتبقى ايه؟ نص الستيب، يعني قلنا كان 32 يبقى انا بفك هنا ب 16، فالسيرفس كيو ماينس 1 تبقى 16، اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. الكومبريشن ريشيو في الحاله دي هتبقى عندنا، احنا اصلا كان الليفلز ب 56 ده الجري ليفل، يعني عايزين 8 بت. دلوقتي انا بسجل كل رقم في 3 بت، يعني 8 الى 3. هل ينفع يبقى عندي بوزيتيف ونيجاتيف؟ اه طبعا ينفع. يعني ممكن يبقى عندي الرنجات فيها ارقام بوزيتيف ارقام نيجاتيف. افترض انا بعمل كوانتايزيشن درجات حراره مثلا، ففيها درجات حراره بالبوزيتيف درجات حراره بالنيجاتيف، مفيش اي مشكله. وبرضه لما تيجي تتفك هيبقى برضه ستيل في حاجه بتتفك بالبوزيتيف حاجات بتتفك بالنيجاتيف، وبالتالي ما عندناش مشكله خالص فيه. ادي مثال بسيط اهو، من ناقص 4 ناقص 3 ناقص 3 ناقص 2، رنجات تحط الرنجات وتحط الكيو ماينس 1 بتاعتها عادي خالص. ملاحظه هنا في الكوانتايزر اللي مبني ده، اما نيجي نفك دي هتفك بنص الستيب دي، اما اجي افك دي هتفك بنص الستيب اللي هي موجوده هنا. هل في حاجه تتفك بزيرو؟ في المثال ده ما ينفعش حاجه تتفك بزيرو، لان الرينج ده هيتفك بالميد بتاعه، هتبقى حاجه هنا كده. الرينج ده اتفك من بتاعه حاجة هنا كده، مفيش حاجة اما اجي افكها تبقى قيمتها زيرو. ده علشان دول عددهم ايفن هنا وهنا، لو كان عددهم اود كان ممكن. يعني تعالى نبص على دول كده، ادي المثال الاولاني بتاعنا اهو، ده بيتفك بالميد بتاعه وده بيتفك بالميد بتاعه نفس الكلام. يعني مرة تانية هنا كده لو نزلت هنزل لهنا، طب هنا لو نزلت من الميد هتنزل للجزء اللي هنا، فدول بيفكوا بالاجزاء دول. لكن هنا لو جيت الميد اهو، طب الميد بتاع دي فين؟ الميد بتاع دي هو الصفر، في الحته اللي هنا دي. يبقى هنا ده بيتفك في عدد زيرو في الوسط، وهنا في ده وهنا في هيبقى ده. بينما دول الزيرو ما كانش داخل معانا. ده ليه؟ نتيجه الستبس هنا عددها ايفن، الستبس هنا دي عددها دي مش هتفرق بالنسبه لنا في حاجه. في احيانا في بعض التطبيقات بحتاج ان يكون الصفر اوريدي موجود معانا، وفي حاجات ثانيه ما بتفرقش بالنسبه لنا الستيب. دي شويه امثله بقى، دي صوره اصليه، البكسل الواحده واخده درجه جراي 256. الصوره طبعا شكلها كويس جدا. طب الصوره دي لو بصينا خلينا الاثنين دول ببعض، ستيل الصوره دي اكسبتد. يعني لو انت شايف الصوره دي لوحديها تقول اه دي الصوره الاصليه، انا مش حاسس ان حاجه في حاجه وحشه فيها او نايس فيها. بينما فعليا الصوره دي 32 ليفل بس مش 256 ليفل، يعني كل بيكسل بتاخد رقم ما بين 0 الى 31 كوانتايزد، يعني بسيبها في 5 بتس. يعني الفرق ما بين الاثنين دول لو دي كانت مسجله في 80 كي دي هتسجل في 50 كي، طبعا ده كومبريشن كويس قوي. طب دي متسجله في 4 بتس، يعني 2 اس 4 في 16، يعني الالوان اللي موجوده في الصوره دي 16 لون بس. هنا 32 لون، هنا 56 لون.
معنى كده ان الصوره دي حجمها نص حجم الصوره دي، لان دي مسجله في 8 بت، دي مسجله كل بيكسل في 4 بت. مره ثانيه لو بصيت على دي لوحديها كده ستيل اكسبتد، لو في اطفال بيتفرجوا على كرتون فيها جزء ده والله شكل الكرتون كويس مفيش اي حاجه وحشه. اما نبدا بقى نقللها تحس بالفروق، يعني لو نزلنا لهنا مثلا نتكلم على 3 بت، 3 بت يعني عدد الالوان 2 اس 3 ب 8، واخد 8 ليفلز بس. اما البص عايز ليه البص، انا شايف ممكن اعدهم، ادي لون اسود خالص اهو، وفي هنا لون ابيض خالص، ادي كده بقوا 2. عدد الجراي اللي في الوسط ادي درجه 2 3 4 باينين، تقدر تعد ان هو فعلا 8 الوان. الصوره بقى شكلها مش كويس. هنا لو نزلت ل 4 ليفلز يعني 2 بتس، يعني عندنا 4 الوان بس. هنا فعلا ممكن تعد الاربع الوان واضحين جدا، ابيض واسود واثنين جري، جري فاتح وجري غامق، وفي الابيض خالص وفي الاسود خالص زي كده. دي لو بقت باينرايز يعني 1 بت يعني يا ابيض يا اسود، او درجتين من بلاش كلمه اسود يعني او ابيض، هم درجتين من اللون، جري فاتح وجري غامق، ودي شكل الصوره. طبعا ده احنا سيئه جدا. وبالتالي انت في الكوانتايزيشن تقدر تحدد بيزد على الكواليتي انت عاوز توصل الكومبريشن قد ايه، او العكس عاوز اوصل كومبريشن قد ايه، اشوف ساعتها الايرور هيبقى حجمه قد ايه. طبعا هنا 8 بت الاوريجينال، هنا بتتكلم في 1 بت، يعني الصوره نزلت للثمن، يعني لو دي كانت 80 كي دي هتبقى 10 كي، دي هتبقى 40 كي وهكذا. ادي مثال تاني، دي الصوره الاصليه، طبعا واضح ان هي غامقه شويه، دي 8 بت بالبكسل. لو نزلت الى 3 بت يعني 2 اس 3 ب 8 فعندي 8 الوان بس، بقى الصوره شكلها مش كويس قوي. ده لو كان 2 بت، وطبعا ده لو كان 1 بت ملهاش اي لازمه الصوره دي خالص، فالكواليتي هنا سائد جدا. تعال نبص على حاجه ثانيه، ادي صوره اهي عندنا، دي الاوريجينال، طبعا باين فيها الكتابه، باين فيها رقم هنا 2000، هنا ان جاد وي تراست، يعني واضحه الصوره كويسه، واضح ادي الطفله الصغيره ولا البنت اهي وشعرها واضح والى اخره. ده شكل الصوره الاوريجينال. ده لو شفت الهيستوجرام بتاعها، الهيستوجرام بتاعها اللي هو عدد الالوان اللي موجوده في كل جراي ليفل، يعني واضح هنا الاسود خالص، هنا الابيض خالص، الاجزاء اللي هي سوداء قوي عدد البكسل فيها قليل قوي، ده نمبر اوف بكسل. امال ايه الكتير ده؟ ده عند درجات اضاءه او الوان شبه ابيض، الابيض خالص اهو، ده يعني جري بس فاتح قوي قوي دخل على قرب الابيض، في منه عدد كميه كبيره جدا، اللي هو ثاني طبعا غالبا هو الباك جراوند اللي هنا ده، اللي هو مش ابيض بس جري فاتح قوي. نفس الكلام هنا هنا هنا. فواضح من الهيستوجرام ده في الاخر ان ادي ال 128 اللي هو النص. الجزء ده بيبقى الى حد ما داخل على الاسود، الجزء داخل على حد ما داخل على الابيض. فالصوره دي واضح ان هي فاتحه من شكل ده كده. هعمل لها كوانتايزيشن. قسمناها 4 ليفلز. ادي 1 2 3 4. البكسل اللي من 0 الى 64 او الى 63 هتاخد كود. بعد من 64 الى 127، 128 الى 191، 192 الى الاخر. فبقى عندنا كده فيها 4 الوان بس. ده بنسميه 2 بت يونيفورم كوانتايزر. هيبقى فيه 4 ليفل. ادي شكل الصوره بعد الكوانتايزيشن. 4 جري ليفلز ممكن اعدهم، ادينا شايف ادي لون اهو، ادي لون ثانيه، الاسود الثالث، في لون جري تاني فاتح، في فاتح وفي غامق، يعني ادي اسود خالص اهو، في كده جري وفي ابيض. فباين ان هي 4 الوان. طبعا شكل الصوره ما بقاش واضح، يعني الرقم اللي هنا انا شبه مش شايفه، الرقم اللي هنا مش شايفه، الكلام المكتوب هنا انا مش قادر اعرفه، لون انا عارفه من هنا ما كنتش عرفته من هنا. بس الكومبريشن بتاع الصوره دي بدل ما هنا كان كل بيكسل في 8 بت، هنا كل بيكسل في 2 بت، يعني الصوره حجمها نزل للربع. بس دي الكواليتي اللي طلعت. تعالوا اتفرجوا بقى على حاجه ثانيه. هنا عملنا كوانتايزر بس ما هوش يونيفورم. انا قلت هاخد من 0 الى 180 هعتبرهم ليفل واحد، اي بيكسل واخده الالوان دي من 0 لغايه 180 هتبقى ليفل واحد، هفكها ب 90. ده رينج تاني من 180 لغايه 220. ده رينج صغير قوي من 220 ل 230، حاجه صغيره خالص، تتفك ب 225 مثلا، ده تتفك برينج معين. ده كوانتايزر تاني بس نون يونيفورم، الستيبس ما هياش قد بعضها. ده شكل الصوره اللي طلعت. هل الصوره دي تاخد سايز اكتر ولا اقل من الاولانيه اللي احنا عملناها من شويه؟ الاثنين بياخدوا نفس السايز، لان انا شغال هنا 4 ليفلز، يعني 2 بكسل 2 بتس بالبكسل، بكسل واحده بتاخد 2 بت،
واللي فاتت هرجع لها دي كان برضو ستيل عندي 4 ليفلز، يعني لكل بيكسل بسيبها في 2 بت، فالستورج هو هو. بينما الكواليتي بقى، بص على دي وبص على دي، فهنا الكواليتي احسن. واضح جدا ان عارف اقرا الرقم اللي هنا الى حد ما، الكلام ده واضح اهو في وي تراست، وهنا ان جاد باينه، شكل الصوره اوضح. يعني تعالوا نقارنهم ببعض، ادي الصوره اهو، دي الاوريجينال. لو قلت تاخد دي ولا دي، طبعا هنا الصوره دي اوضح بكتير من الصوره دي. بص هنا رقم 2000 مكتوب ازاي، هنا مكتوب ازاي، هنا اوضح بكتير من هنا. هنا مش شايف حاجه تحتيه تقريبا، شايف زي شويه نويز. هنا لا، شايف ان في رقم مكتوب. هنا الكلام ده مش واضح، كلمه جد مثلا هنا مش واضحه، هنا كلمه جد واضحه. نفس الكلام مثلا هنا، شعر البنت اللي هنا مش واضح، هنا مش واضح لكن هنا اوضح. وبالتالي الاثنين طلعوا نفس الكومبريشن ريشيو، لان الاثنين معمولين 2 بيتس 2 بيتس، يعني هنا 4 الوان وهنا 4 الوان، لكن الكواليتي هنا طلع احسن من هنا. ده نتيجه ان احنا استخدمنا كوانتايزر بس مش يونيفورم. تعال نبص عليه تاني اهو، ادي الستبس بتاعتنا، ادي الستيب الاولانيه، الرينج التاني التالت الرابع، ما هماش يونيفورم، وبالتالي بدي كواليتي احسن. بس هو السؤال بقى، ازاي نقدر نجيب كوانتايزر ما هواش يونيفورم كوانتايزر نان يونيفورم، عشان اقدر اجيب كواليتي احسن من الكواليتي الاصليه؟ ده انا ان شاء الله هنشوفه في الفيديو اللي جاي. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.